الطبيب ده عمل تجربة نفسية غريبة جدا، وهي انه جاب يد مزيفة تشبه الايد البشرية بشكل كبير جدا. وفي التجربة دي الشخص بيقعد على ترابيزة وبيحطوا حاجز بين ايديه الاثنين، وبعدين يحطوا اليد المزيفة ويغطوه، وبعد كده يبدا الطبيب يلمس ايده الحقيقية والمزيفة بريشة، وبعد كده يحط على الايدين الحقيقية والمزيفة تلج، فالشخص يحس ببرودة مع ان التلج على الايد المزيفة، وبعدين يلسع اليد المزيفة والحقيقية بالنار فيشيل ايده بسرعة ويتألم جدا، وفي الاخر يضرب اليد المزيفة بالشاكوش ويصرخ من الالم. الغريبة ان في كل الاختبارات الشخص بيكون مش حاسس بالايد الحقيقية وبيكون حاسس بالايد المزيفة، واللي بيكون العقل صدق انها ايده الحقيقية. علشان كده اي حاجة عقلنا بيصدقها بتأثر فينا، فاوعى تقول لنفسك انا فاشل او حظي وحش او اي شيء من هذا القبيل، علشان عقلك ما يصدقهاش وتبقى حقيقة وتأثر على حياتك. لايك واشتراك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس.